وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أشار المستشار الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي سليمان العساف إلى أن البيان الختامي لزيارة ولي العهد السعودي لفرنسا أكد أن المباحثات مع الرئيس الفرنسي شملت سبل تعميق الشراكة الاستثمارية بين البلدين عبر رفع وتيرة التعاون الاستثماري والاقتصادي. طبعا بالنسبة لزيارة سمو ولي العهد إلى دولة اليونان ومن بعدها فرنسا هي لأهداف عديدة سواء اقتصادية أو سياسية أو غيرها، لكن نتكلم عن الجانب الاقتصادي. إذا تكلمنا عن زيارة سمو العهد مثلا لليونان، فإنه من أهم الأشياء الكيبل البحري من أجل الإنترنت، كما نعلم أنه الآن العالم الافتراضي وتقنية الأشياء والذكاء الصناعي إلى آخره أصبحت هي القائدة في العالم. الأمر الآخر الطاقة النظيفة، السعودية الآن في منطقة نيوم بدأت إنشاءات عظيمة والاهتمام بالطاقة والنظافة والحفاظ على البيئة، من أجل ذلك ستكون السعودية واحدة من أهم الدول في العالم المنتجة للطاقة الخضراء، الطاقة النظيفة والهيدروجين. لذلك هي تسعى إلى إقامة علاقات بينها وبين تلك الدول من أجل المحافظة على ما يحتاجون إليه ومن أجل زيادة التبادل، بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية.